فجعفر كان من أوائل الصحابة، بل إن جعفر أول من أعلن إسلامه بعد أن نزلت الآية. يعني في البداية الرسول كان يقول لهم نجهم بقولكم لأن راح تواجهون عنف، الآن نبني خلية. فكان جعفر هو أول من نفذ هذه الآية، فأعلنها جعفر، فكان أول من أعلن، جعفر بن أبي طالب. يعني تعرفون علي كان محسوب وكان عالنها، يعني ليس هذا، ولكنه كخلية لا يعلم بها أحد كان الرسول يأمرهم بعدم القول، ولكن جعفر أعلنها. يعني ولذلك صاحب الجهل بالقول. يعني طبعا جاء أبو ذر أعلنها، وعبد الله بن مسعود أيضا، ذول كلهم كانوا يذبحون يعني يضربون ضربا مبرحا. يعني معروفة قصة أبي ذر الغفاري الذي كان أول ما أسلم راح بالكعبة أشهد أن لا إله إلا الله، ومعروف عبد الله بن مسعود كان يقرأ القرآن في الكعبة أيضا، يعني أيضا أعلن، ولكنه إعلان بتبليغ الرسول قال أعلنوا. نعم. فجعفر كان من الخلية الأولى للإسلام، النواة الأولى للإسلام كان جعفر.